مش انت كنت قلت لي انك انت عندك ميكروفون قد الترمسه بيسجل كل حاجه؟ هتعمل بيه ايه؟ احنا نحطه في سماعه تليفون ابوك الخصوصي ونسجله. شوفوا له. شوف. اهو. هو ده؟ اه. طب دلوقتي افرض كعبل في السلك. مفيش سلك، الميكروفون الكتروني. الكتروني؟ اه. اللهم صل على النبي. اللي احنا عرضناهم قدام سيادتك هنا. مش كنا عرضناهم اللي هو بتاع ايه ده؟ بتاع قانون تعديل خدمه الروبوت واللجان القضائيه، ماشي؟ اللي هو في حاجه تخص ال ايوه اللي ينفع تقدم استقاله وترشح للمجلس. ماشي؟ اهلا اهلا سعاده النائب، ازاي حضرتك؟ والله كنت هكلم حضرتك دلوقتي. اي فندم؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. امبارح النهارده لسه كنت بره، فانا ما كنتش هنا خالص. ازاي حضرتك؟ اه مين دي؟ لا دي واحده قديمه. تعالى معايا. انا فين؟ اسمع الكلام على اوضتك. خش. هو عندهم على اساس ان هو يسمح كانوا طالبين شهاده ناس زمايله والمأمور اسمهم مش عارفين الكلام. مين اللي حط لي المنوم في الشاي؟ انا يا بابا. انت رد علي يا بوليس، رد علي. انا داخل انام، عاوز البيت كله هص، مش عاوز حد يتنفس. اللي هيتنفس هتباحه. انا فاهم. هتباحه. طيب اسمع انت، اسمع. انا اقدر دلوقتي اطردكم طردة الكلاب، لكن هاجل الحكايه دي لاخر السنه. اللي هيسقط منكم هتردوا على الشارع، وان شاء الله هتسقطوا انتوا الاثنين. ربنا يخليك لينا يا رب.